حصد الجنوب، أهلا بكم. شهدت مدينة سيئون بوادي حضرموت اليوم مسيرة حاشدة شارك فيها مختلف شرائح المجتمع، وذلك استجابة للدعوة التي وجهتها شباب الغضب بالوادي. المحتجون طالبوا بسرعة اتخاذ معالجات ضرورية لتخفيف معاناة الشعب ووضعه المعيشي الصعب، وكذا سرعة خروج ميليشيات المنطقة الأولى والضرب بيد من حديد لكل من يروج للمخدرات وملاحقة عصابات السرقة والسطو على الأراضي. بحثت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين برئاسة النقيب عيدروس باحشوان اليوم مع رينو داتل ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بحثت مجالات الشراكة في مجالات العدالة والمساواة الإنسانية ومواجهة خطاب الكراهية وضمان حرية الرأي والتعبير والتنوع الاجتماعي وديمقراطية العمل الصحفي والإعلامي. كما تناول اللقاء سبل التعاون والتنسيق للتشبيك بين نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين والمنظمات ذات العلاقة. دشن معهد تأهيل القادة والأركان بالعاصمة عدن اليوم الاختبارات النهائية لدارسي الدورة الأولى قادة كتائب المشاة بالقوات المسلحة الجنوبية عقب دراسة تطبيقية امتدت لعدة أشهر، وستجرى الاختبارات في جميع المواد الدراسية للتأكد من مدى استيعاب وفهم الدارسين للعلوم العسكرية النظرية والتطبيقية التي تلقوها على مدى الفترة السابقة. تسلمت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البرية اليوم العمل رسمياً في ميناء كالتكس للحاويات بعدن. رئيس الهيئة فارس شعفل أكد أن الهيئة تسلمت مهامها واختصاصها في تنظيم حركة النقل البري ونقل البضائع في ميناء الحاويات بعدن وبشكل رسمي، تنفيذاً للمحضر الموقع من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.